يخوض المنتخب الوطني في 10 مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام منتخب كاب فيردي في ختام مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023. وتأتي مباراة المنتخب تحت شعار أكون أو لا أكون، فالفوز يعني تأهل الفراعنة رسميا إلى دور 16 ومصاحبة كاب فيردي صاحب الصدارة بست نقاط، أما التعادل فقد يكون في صالح المنتخب في حال تعادل منتخبي غانا وموزمبيق في اللقاء الذي يقام في نفس التوقيت. المنتخب الذي جمع نقطتين من تعادلين أمام موزمبيق وغانا بنفس النتيجة 2-2 يسعى لإحياء أماله في البطولة، بينما الخسارة تعني الخروج المبكر من البطولة. وتشهد المباراة غياب محمد صلاح بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفراعنة أمام غانا بالجولة السابقة، ويفاضل البرتغالية روي فيتوريا بين ثنائي محمود تريزيجيه وأحمد زيزو لمشاركة أحدهما في التشكيلة الأساسية لتعويض غياب محمد صلاح الذي سيغادر كوت ديفوار لمواصلة علاجه في ليفربول عقب اللقاء مباشرة، على أن يعود في حال تأهل الفراعنة للأدوار النهائية. وفي المواجهة الأخرى يأمل منتخب غانا في استمرار الدفعة المعنوية عقب تعادله مع الفراعنة، ويبحث عن الفوز على موزمبيق والفريقين يمتلكان نقطة لكل منهما عقب التعادل مع الفراعنة، فيما خسر كل منهما من منتخب كاب فيردي، وفوز أحدهما يعني اقترابه من التأهل لدور 16 في البطولة. وفي 7 مساء يسعى أصحاب الأرض كوت ديفوار لحسم بطاقة التأهل عندما يواجه غينيا الاستوائية التي تتصدر قمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، ولا بديل لمنتخب الأفيال عن النقاط 3 إذا ما أراد حسم التأهل رسميا إلى الدور المقبل، خاصة وأنه يمتلك 3 نقاط من فوزه في الافتتاح على غينيا بيساو، بينما خسر من منتخب نيجيريا في الجولة الماضية. بينما يسعى منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط للفوز على منتخب غينيا بيساو التي تتذيل المجموعة بدون أي نقاط، والتعادل يعني حسم التأهل رسميا إلى الدور المقبل. ويأمل البرتغالي جوزي بيسيرو مدرب نيجيريا أن يكون مهاجمه فيكتور أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا في قمة تركيزه لضمان الفوز.